مشاهدينا ينضم إلينا الآن من منطقة الخزر مراسل الحرة عبد الحميد زبارع. عبد الحميد أهلا بك. نبدأ من أوضاع النازحين عبد الحميد، كيف بدأت بالإضافة إلى ما ذكرته خلال هذا التقرير؟ نعم، حقيقة أوضاعهم صعبة جدا وبالأخص في مركز مدينة الموصل. هناك من يقاوم الاشتباكات، يقاوم القصف المدفعي، يقاوم القصف القناصة، ولكن هناك من يحاول الخروج. أنتم تعلمون أن الخدمات أصبحت معدومة، وهناك أحياء تم تحريرها لأكثر من 10 أيام أو أصبح لها أسبوعين ولا توجد خدمات، بالإضافة إلى أن هؤلاء النازحين أصبحوا يقطعون مسافات طويلة، لأن مع تقدم القوات الأمنية باتجاه الأحياء السكنية وباتجاه أكثر نحو مركز المدينة، المناطق التي تقف فيها الجنود لاستقبال النازحين تصبح بعيدة عن الذين يودون الخروج، فيقطعون مسافات طويلة، بالإضافة إلى أنه هناك العديد من الإصابات يتم نقلهم بشتى الوسائل، مع أنه الجيش يقدم لهم كل المساعدات، ولكن هي أيضا مساعدات محدودة، لأن الجيش لديه مهمة أخرى وهي طرد عناصر داعش، وأيضا لديهم إصابات في بعض الحالات. طيب عبد الحميد، يعني اللي لاحظته اليوم عدا الإصابات حيدر، اللي لاحظته اليوم في هذا المركز، في هذا المركز هناك إصابات من الأطفال من الخوف، يعني من الخوف من أصوات الانفجارات، أصبحوا مرضى ولا يستطيعون الحركة، ليست لديهم إصابات ولكن بسبب الخوف من الانفجارات وصوت الانفجارات. نعم عبد الحميد، ماذا عن الهيئات الإغاثية إذا ما كانت هناك مساعدات دولية ربما أو حتى حكومية؟ الجهد الذي يقدمه الجيش ذكرت حضرتك وقلت بأن الجيش له مهمة أيضا. نعم. أخرى، لكن هذه الهيئات هل موجودة في هذه الأماكن اللي أنت تشاهدها الآن؟ نعم، في مركز مدينة الموصل وفي الأحياء السكنية ليست هناك منظمات إغاثية، لأن هي منطقة عسكرية حالي لغاية الآن. المنظمات الإغاثية تقدم المساعدات فقط للنازحين الذين يصلون إلى المخيمات النزوح، مثلا في هذا القاطع الذي نحن في موجودين فيه، في هناك مخيم الخازر ومخيم حسن شام، ويوم أمس فتحوا مخيم آخر، لكن الذين هم في مركز مدينة الموصل لا توجد لديهم أي مساعدات إغاثية من قبل المنظمات الدولية وحتى من قبل مديرية صحة نينوى. أيضا اليوم كان هناك حتى شكوى من قبل الجيش، كانوا يقولون، هم كانوا يسألون لماذا المؤسسات الصحية في مركز التابعة لصحة نينوى لماذا لا تأتي لتفتح مراكز لها في الأحياء التي تم تحريرها في مركز المدينة، مع أنه اليوم وخلال زياراتنا السابقة قبل أيام شاهدنا الشرطة المحلية والشرطة الاتحادية بدأت تعود إلى هذه الأحياء التي تم تحريرها، ولكن الخدمات الصحية لحد الآن يعني معدومة في هذه الأحياء السكنية، وهناك هذا سؤال واقعي، أوضاع صعبة يعيشها المواطنون. العديد الطبية لا تدخل إلى هذه المناطق المحررة، مثل ما أشرت إلى وجود الشرطة الآن موجودة في هذه المناطق. ننتقل الآن عبد الحميد إلى الوضع الأمني، أين وصلت القطاعات العسكرية، ماذا أنجزت اليوم؟ نعم، اليوم تم تحرير حي المصارف والجامعة وحي الأمن وأجزاء كبيرة من حي القاهرة وأيضا الشقق الخضراء. اليوم أيضا شاهدنا الجهد الهندسي لقوة مكافحة الإرهاب وأيضا للجيش العراقي، قامت بتفكيك العديد من العبوات وحتى سيارات مفخخة. تنظيم داعش بدأ يستخدم أساليب أخرى عسكرية، منها تفخيخ السيارات المدنية. نعم. قبل أن تترك حي أو مكان، تفخيخ السيارات المدنية وتركها لحين قدوم الجيش العراقي أو القوات الأمنية ثم تفجيرها عن بعد. نعم، اليوم شاهدنا أكثر من انفجار قوي، عندما استفسرنا عنهم قالوا أنها سيارات تم الاستيلاء عليها من قبل الجيش وتفجيرها عن بعد. أشكرك. نعم. شكرا جزيلا من منطقة الخازر مفدى الحر عبد الحميد زباري.